بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد وقفنا قبل الصلاة على المحظور الخامس وهو التطيب، والفقهاء يقولون رحمة الله عليهم أن الطيب محرم على المحرم بحج أو عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس المحرم الطيب كما جاء من حديث ابن عباس حينما قال صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته دابة ولا تقربوه طيبا. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطيب قبل إحرامه وبعد إحلاله، وما بينهما لم يتطيب، فدل على المنع من ذلك. الفقهاء يقولون إن التطيب يترفه به المرء بأحد أمور: إما بمسه، وإما بأكله، وإما بشمه، وإما بمطلق الاستعمال كالدهن وغيره. إذن هذه أربعة أشياء. لماذا قالوا هذه الأمور الأربعة؟ قالوا لأنه هي التي يحصل بها الترفه، لا بمجرد المس فقط، بل حتى بالشم. والتطيب يصدق على جميعها أنه قد تطيب حتى من شمها. قبل أن نبدأ في هذه الأمور الأربعة، أود أن أبين أن المحظور إنما هو تعمد فعل هذه الأشياء، فإن لم يتعمدها بأن كانت الرائحة طارئة عليه أو لا يمكنه إبعادها، فإنه حينئذ يعفى عنه. لماذا قلت ذلك؟ لأن المرء لما أبيح له تطيب بدنه، فإنه إذا أحرم سيشم هذا الطيب الذي على بدنه، فنقول هذا مباح لأنه غير مقصود. المقصود إنما هو لأن أصله مباح، فما أفضى إليه فإنه يكون كذلك. فتطيب البدن جائز، فحينئذ فإن شمه فلا يكون متعمدا للشم. طيب، نبدأ بالجمل، نأخذها جملة جملة. الجملة الأولى في قول المصنف: إن طيب بدنه أو ثوبه. تطيب البدن أو الثوب معناه مس البدن أو الثوب، مس البدن أو الثوب. ومس البدن أو الثوب إما أن يكون لما يعلق أو لما لا يعلق، فإن كان لما لا يعلق فإنه حينئذ يقول لا فدية فيه. مثل بعض الأشياء قد يمسها المرء ولا تعلق رائحته بيده، فإذا لم تعلق الرائحة فإنه لا ضرر به. قال: أو الدهن بمطيب. الدهان هذا من مطلق الاستعمال، لأن الأدهان نوعان: دهن غير مطيب ودهن مطيب، وهذا الفرق الذي يفرقون به بينهما. قال: أو شم طيبا، أي تعمد شم الطيب. والفقهاء يقولون إن الشم والأكل سواء، فكلاهما ممنوع منه لأنه يحصل به الترفه، لكن يقولون إن الأكل والشرب لا يكون للمطيب إلا إذا وجد طعمه أو ريحه، إذا وجد أحدهما. وبناء على ذلك يجب علينا أن ننتبه لمسألتين. المسألة الأولى بالنسبة للشم والأكل، أنه لا بد أن تبقى الرائحة رائحة الطيب، فإن كان هذا المشموم قد ذهبت رائحة الطيب فيه كبعض العطورات المصنعة إذا تغيرت رائحتها فإنه لا يكون ممنوعا، وكذلك المأكول والمشروب إذا استهلك ما فيه فذهب طعمه ورائحته فإنه يكون مسموحا. الأمر الثاني أن هذا المطيب المقصود به ما يستخدم طيبا، وأما ما لا يستخدم طيبا فإنه يجوز. مما يستخدم طيبا قالوا الزعفران، فالزعفران يستخدم طيبا، وعلى ذلك فإنه عندهم لا يجوز وضعه في القهوة ولا في الشاي ولا في غيرها من المأكولات، لأنه من باب أكل الطيب، وسيبقى لونه أو سيبقى طعمه أحيانا، لكن لو وضع في طبخ كبير جدا فغلى حتى ذهب طعمه ولونه معا، عفوا طعمه ورائحته معا، فإنه حينئذ يكون مباحا. نعم. قال رحمه الله: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن المحظور السادس محظورات الإحرام وهو قتل الصيد، والمصنف إنما ذكر قتل الصيد فقط، وفقهاؤنا يلحقون بقتل الصيد الدلالة عليه والإعانة عليه، فيقولون إن من قتل صيدا أو دل عليه أو أعان عليه فقد فعل محظورا. قال: مأكولا، يدلنا على أن قتل غير المأكول لا فدية فيه كالسباع وغير والفواسق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق اقتلنا في الحل والحرم. قال: بريا. قوله بريا ليخرج أمرين: الأمر الأول ليخرج البحري،
فصيد البحر أحل للمحرم. والأمر الثاني ليخرج الأهلي، والمقصود بالأهلي أي يعني ما ليس أهليا أي الوحشي، وذلك قال المصنف لا بريا أصلا، فقوله أصلا إنما يصدق ذلك على الوحشي. قال ولو تولد منه ومن غيره، يعني أن الذي يتولد من الوحشي منه الأولى من الوحشي ومن غيره أي من غير الوحشي فإنه يكون ممنوعا صيده من باب التغليب لتغليب الحظر على الإباحة، فقد يكون متولدا من وحشي وأهلي وهذا موجود، وقد يكون متولدا من وحشي وغير مأكول مثل الضبع إذا تولد منه ومن الذئب حيوان ثالث فإنه حينئذ يكون ممنوعا، فمن صاده فإنه يأخذ صيدا. قال أو تلف في يده فعليه جزاؤه، يعني أنه كان التلف إما بمباشرته أو بتسببه، إذ التسبب يأخذ حكم المباشرة. قال فعليه جزاؤه، وسيعقد لها المصنف بابا كاملا في جزاء الصيد. نعم. ولا يحرم حيوان إنسي. نعم، هذا مفهوم من قوله بريا لكي يخرج الأهلي، فإن الأهلي وهو الحيوان الإنسي يجوز. ولا صيد البحر. نعم، وهذا يخرج أيضا البحري. ولا قتل محرم الأكل. قال ولا قتل محرم الأكل، هذا مأخوذ من قوله مأكولا، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق اختل في الحل والحرم. ولا الصائل. قال ولا الصائل أي الحيوان الذي يصول عليه ولو كان صيدا. نعم. قال رحمه الله ويحرم عقد نكاح ولا. نعم. يصح ولا فدية. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن المحظور السابع وهو عقد النكاح، فيحرم عقد النكاح سواء كان الذي يعقد النكاح موجبا له أو قابلا له أو زوجة، وقد ثبت عن في مسلم من حديث عثمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا نعم لا ينكح المحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح. وقول المصنف ويحرم عقد النكاح الاعتبار فيه بحالة العقد لا قبله. نعم. وتصح رجعة. نعم، قال ولا يصح أي ولا يصح عقد النكاح سواء كان زوجا أو كان وليا أو وكيلا فإن العقد يكون باطلا، عقد باطلا. قال ولا فدية فيه لأنه ليس فيه إتلاف. قال وتصح الرجعة لأن الرجعة ليست عقدا وإنما هو إرجاع للحال الأول فيكون إمساكا. وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن المحظور الثامن وهو الوطء، فقال وإن جامع أي جامع الحاج أو المعتمر الحاج قبل التحلل الأول فسد نسكهما أي معا أي الزوج والزوجة إن كانت يعني مطاوعة له كما سيأتي وسيأتي قضية الفدية لها هو فسدت مطلقا، وأما المطاوعة فيتعلق بها الفدية. مفهوم هذه الجملة أنه إن جامعها بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد، وإنما يجب عليه أن يأتي يذبح شاة يفدي بشاة وأن يرجع فيعيد إحرامه من أدنى الحل. قال ويمضيان فيه أي ويجب عليهم أن يمضيان فيه مع فساده. قال ويقضيانه ثاني عام أي على الفورية، وقد ثبت ذلك عن ابن عباس وابن عمر، ويكون قضاؤه كما وجب عليهما، فيجب أن يحرما من حيث أحرما في الأول، وأيضا يقول الفقهاء أنه يلزمهما أن يتفرقا عند قضاء الحج الثاني من الموضع الذي أحدثا فيه. نعم. قال رحمه الله تحرم المباشرة. نعم، هذا النوع التاسع من المحظورات وهو المباشرة لقول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والمباشرة هو أن يباشر الرجل زوجه، وفي معنى ذلك التقبيل والاستمناء وتكرار النظر فكله في معنى. فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه. قال فإن فعل أي فإن فعل هذه المباشرة فأنزل لم يفسد حجه لكن عليه فدية. وعليه بدنة. نعم، قال وعليه بدنة ففديته البدنة، وذلك إذا كان إنزاله بسبب المباشرة أو بسبب تكرار النظر أو بسبب التقبيل أو اللمس فإنه حينئذ يجب عليه بدلة. أما لو فعل هذه الأمور ولم ينزل منيا وإنما أمذى فإنه حينئذ تجب عليه شاه، وكذلك لو أمذى بنظرة أمنى بنظرة واحدة فعليه شاه، وأما إذا أمذى أو أمنى بالفكر فقط فلا شيء عليه كما تقدم في الصوم.
لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. قال لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، أي يجب عليه أن يرجع للطواف فيحرم له إحراما جديدا، وأما باقي الأنساك فلا يلزم لها الإحرام. وإحرام المرأة كالرجل. قال وإحرام المرأة كالرجل تماما في كل ما سبق، إلا ما سيستثنى. إلا في اللباس. قال إلا في اللباس، فيجوز لها أن تلبس المخيط. وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية نعم. وجهها. قال وتجتنب البرقع والقفازين لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلبس المحرم مثل البرقع ولا القفازين ولا تلتثم، حيث عائشة. وقوله البرقع يعني كل ما كان مظهرا لعين أو لعينين أو ما في معناها كاللثام أو النقاب. والقفازين المراد بهما غطاء اليدين، سواء كانت مفصلة على هيئة الأصابع أو على هيئة جورب، فالمعنى فيهما واحد. حتى لو أنهم يقولون لو أن المرأة تحنت وغطت يديها بعد الحنة فإنه تجب عليها الفدية. نعم. وتغطية وجهها. قال وتغطية وجهها لما جاء عند الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. والمذهب يقولون إن الوجه كله يجب كشفه، يجب على المرأة أن تكشف وجهها كاملا في الحج كله، وإنما يجوز لها أن أو نعم يباح لها أن تغطيه سدلا عند الحاجة، أي إذا مر بها الرجال. وبناء على ذلك فإننا نقول إنه إذا كان عند المرأة رجال فيباح لها فقط السدل، وسأذكره بعد قليل. وأما إذا كانت وحدها أو لا يوجد عندها رجال أجانب فيجب عليها أن تكشف وجهها، فإن غطته واستدام من غير حاجة فعليها فدية كما هو ظاهر المذهب، فلا يجوز لها أن تغطي وجهها إذا كانت وحدها أو عند محارمها. إذن قول المصنف وتغطية وجهها عرفنا الدليل، لكن إذا ولدت الحاجة فإنها تسدل على وجهها. كيف يكون السدل؟ قال أحمد تسدله من علو لا من دنو. من دنو قال هو النقاب أو اللثام، لأن اللثام ترفعه حتى تغطي بعض وجهها، وأما الخمار الذي يكون من علو فهو الذي يكون بهذه الهيئة، فتسدله من علو فيكون ساتر للوجه كله، سواء كان ملاصقا بالوجه أو بعيدا عنها الحكم سواء، لأن القاضي أبو يعلى، لأن القاضي أبا يعلى يقول يلزم أن يكون عند الحاجة بعيدا عن الوجه غير ملاصق به. ويكثرون بعض النساء في الحج إذا سدلت على وجهها خمارا تجعل مقدم رأسها شيئا يبعده عن وجهها، وهذه الرواية الثانية مذهب أحمد وفاقا لمالك. نعم. طبعا نعم آخر جملة. ويباح لها التحلي. نعم. قال ويباح لها التحلي، أي لبس الحلي كالخاتم والذي يلبس على الصدر وغير ذلك. أما الكحل وأدوات الزينة كالمكياج وغيره فالمذهب أنها جائزة لكنها مع الكراهة. وأما لبس الملون أيضا فيجوز لكنه خلاف الأولى، يقول يجوز لها لبس الملون وثياب الزينة لكنها تكون خلاف الأولى، الأولى أن تلبس ثيابا معتادة. بقي عندنا مسألة أيضا تتعلق بعقد النكاح. المحرم إنما هو عقد النكاح، وأما الخطبة فإنها ليست محرمة وإنما مكروهة. إذا كانت هناك خطبة للمحرم أو المحرمة فإنه مكروه، وأما حضور وكذلك حضور عقد النكاح والشهادة فيه فإنه مكروه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الفدية. المقصود بهذا الباب أي ما يجب بسبب الإحرام أو لأجل الحرم. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة. نعم. بدأ يتكلم المصنف رحمة الله تعالى عن أنواع الفدية، والفدية 3 أنواع، نوع على سبيل التخيير ونوع أو نوعان على سبيل التخيير ونوع على سبيل الترتيب. فنبدأ أولا بالنوع الأول على سبيل التخيير وهو فدية الأذى. فقال يخير، وهذا التخير تخير تشهي فيجوز له أن يختار ما شاء، بفدية حلق أي إذا حلق أكثر من 3 شعرات، وتقليم أي تقليم أكثر 3 أظفار فأكثر أو 3 شعرات فأكثر، وتغطية رأس على الوصف المتقدم، وطيب سواء كان مسا أو شما أو أكلا، ولبس مخيط بالهيئة التي تقدم ذكرها، وكذلك أيضا إذا أمنى بنظرة أو مباشرة أو إذا أمنى بنظرة أو باشر بدون إمناء أو باشر بدون إمناء فالمذهب أن فيه أيضا فدية التخير. قال خير بين صيام وإطعام
أو ذبح شاة، لقول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقوله بين صيام ثلاثة أيام أي يلزمه أن يصوم ثلاثة أيام من غير تحديد لمكانها. قال أو إطعام ستة مساكين أي من مساكين الحرم، وسيأتي تفصيله إن شاء الله، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير، ويجب أن يقول أو نحوه كالزبيب والأقط. قال أو ذبح شاة أو يذبح شاة في مكة وتوزع على فقراء مكة ولا يأكل منها شيئا. وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما. نعم، يقول النوع الثاني من الفدية من أنواع فدية التخيير وهي فدية جزاء الصيد، فقال إنه يخير في جزاء الصيد بين المثل إن كان، أي مثل الصيد من النعم إن كان له مثل ويعطيه فقراء الحرم في أي وقت شاء، ويجب أن يكون هذا المثل مما يتصدق به بلحمه ولا يتصدق به حيا. وسيعقد المصنف بعد ذلك بابا إن شاء الله في ما هو المثل من الحيوانات. قال أو تقويمه أي تقويم المثل، وليس تقويم الصيد وإنما تقويم المثل، ويكون التقويم حينئذ في محل التلف. قوله بدراهم أي يقومها بنقد سواء كانت دراهم أو بغيرها من النقد. قال يشتري بها طعاما، قوله يشتري بها لا يلزم الشراء، بل يجوز له إذا قوم أن يأخذ من طعامه الذي عنده فيتصدق منه، فلا يلزم الشراء وإنما خرج مخرج الغالب. وقوله طعام يدلنا على أنه يجب أن يصرف للفقراء الطعام ولا يجوز له أن يتصدق بالدراهم، ويجب أن يكون هذا الطعام مما يجزئ في زكاة الفطر، وهو البر والتمر والشعير والزبيب والأقط. والمصنف في أول الباب ذكر ثلاثة أنواع وهو البر والتمر والشعير فقط، وفاته الزبيب والأقط، والمذهب أنه لا يجزئ في الكفارات إلا هذه الخمس فقط ولا يجزئ غيرها إلا عند فقدها. قال فيطعم كل مسكين مدة، نفس المقدار الذي يطعم في الكفارات، فيعطى كل مسكين من لما يشتري المرء أو يقوم النعم كان تكون شاه مثلا، ثم هذه الشاه يقومها بخمسمائة ريال، يقدر كم اشترى بهذه الخمسمائة ريال من صاع تمر، لنقول إنه اشترى بها مثلا 20 صاع تمر، فحينئذ يقول يوزع على كل مسكين صاعا، يعطي كل مسكين مدة أو صاعا أو نصف صاع من غيره. إذن قال قوله فيطعم أي الطعام في الكفارات، قال يعطي كل مسكين مدا إذا كان من بر، يجب أن نقول المد إذا كان من بر، وأما إن كان من غير البر فلا بد أن يكون نصف صاع. قال أو يصوم عن كل مد يوما، لو عبر المصنف قال أو يصوم عن كل مسكين يوما لكان أدق، لأنه قد يعطي المسكين نصف صاع في غير البر، ولكن المصنف مشى على الإطعام بالبر يعني كمثال. قال وبما لا مثل له أي ويخير بما لا مثل له، وسيأتي ما هو الذي لا مثل له، بين إطعام وصيام. نعم، وسيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. نعم، بدأ المصنف رحمه الله عليه بالنوع الثالث من أنواع الفدية، وهو الفدية التي جاءت على الترتيب، وهي دم المتعة والقران وما ألحق بها، وسيذكرها المصنف. فذكر أولها وهو دم المتعة والقران، معناها أن من حج متمتعا أو قارنا وجب عليه الهدي إن كان قادرا عليه. نعم، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام. نعم، فإن عدمه أي فإن عدم الهدي دم المتعة والقران في موضع وجوبه وهو الحرم في أيام التشريق، والعبرة بالعدم العدم باعتبار الظن، فقد يغلب على ظنه أو يظنه قبل ذلك وربما وجده في أيام التشريق، فالعبرة بالظن. قال فصيام ثلاثة أيام، لقول عز وجل فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وهذه الأيام الثلاثة لا يلزم فيها التتابع، وسيأتي وقتها بعد قليل. نعم، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. قال والأفضل في هذه الأيام الثلاثة أن يكون آخرها يوم عرفة لما جاء عن علي رضي الله عنه، ويجوز تقديمها على ذلك. طيب، يقولون إن هذه الأيام الثلاثة لها وقت أفضلية ووقت جواز، فأما أفضلها فأن تكون متتابعة وأن يكون آخرها يوم عرفة،
فيصوم السابع والثامن والتاسع، ويجوز في الدرجة الثانية أن يصومها قبل عرفة، لكن بشرط أن يكون محرما، فلا يجوز له أن يصوم الثلاثة أيام هذه التي في الحج وهو غير محرم إن صامها قبل يوم عرفة أو صامها في عرفة، فلا بد أن يكون محرما. وقد يكون الإحرام إحرام حج وقد يكون إحرام عمرة، فيجوز له من حين يحرم بالعمرة متمتعا يصوم ثلاثة أيام. الحالة الثالثة إذا لم يصم هذه الأيام الثلاثة قبل يوم العيد، فيجوز له أن يصومها أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة عشر لثبوت عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، وهذا على المذهب أنه تصح لكنه خلاف الأولى. الحالة الرابعة إذا لم يصمها في أيام الحج السابقة ولا أيام التشريق، فإنه حينئذ يجوز له أن يصومها في أي وقت وفي أي مكان، ولا يلزم أن تكون في مكة. وسبعة إذا رجع إلى أهله، قال وسبعة إذا رجع إلى أهله أي إذا انتهى من الحج، ولا يلزم أن يكون في دويرة أهله، بل ربما إذا طال مكثه في مكة أن يصوم هذه السبعة، ولا يلزم فيها التتابع كذلك. والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. نعم، بدأ يتكلم عن النوع الثاني من الذي يجب عليه الدم على سبيل الترتيب وهو المحصر، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في باب مستقل وهو باب الإحصار. قال والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام قياسا على دم المتعة والقران، ثم بعد ذلك يحل، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في محله. قال رحمه الله ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة. النوع الثالث من أنواع الهدي الذي على الترتيب وهو الدم الذي يجب بسبب الوطء، فقال الشيخ ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة، طبعا إذا كان الوطء في الفرج قبل التحلل الأول، وفي معنى أيضا عندهم ما سبق ذكره إذا أنزل مني بمباشرة أو بلمس أو بتكرار النظر، فإنه حينئذ يجب عليه بدنة، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. وأما إذا وطئ في العمرة قبل تمام السعي فإنه حينئذ تجب عليه شاه، تجب عليه شاه، جاء ذلك أيضا عن ابن عباس عند الأثرم وغيره. طيب، من كان عاجزا عن البدنة في من وطئ قبل التحلل الأول أو كان عاجزا عن الشاه في العمرة، فيقولون إذا لم يجدها فإنه يصوم عشرة أيام فقط في البدنة وفي الشاه معا. وإن طاوعته زوجته لزمها، قال وإن طاوعته الزوجة في الفعل لزمها، أي لزمها البدنة في الحج والشاة في العمرة، طبعا بالقيود التي ذكرناها قبل قليل. وبناء على ذلك فإذا كانت غير مطاوعة كالمكرهة والنائمة فلا فدية عليها ابتداء، ولا يجب على زوجها أن يخرج عنها الفدية، وأما فساد حجها فإنه يفسد. بقي صورة رابعة لم يجدها المصنف وهو دم ترك الواجب. مشهور المذهب أن دم ترك الواجب فيه ترتيب كذلك، فمن ترك أحد الواجبات التي سيأتي ذكرها إن شاء الله وكان عاجزا عن الذبح فإنه ينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام. لعل نقف هنا لأن عندي أمر مهم يجب أن أذهب له، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.